بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى هذا الخبر المتعلق بطفل مغربي تمت الإشادة به في ألمانيا نظرا لتدخله البطولي من أجل إطفاء حريقين كاد أن يلتئم عمارة سكنية. إذن كما نلاحظون ألمان أما هو كادو دوزون صوف النموبل دانان صوندي ألمان ألمانيا أما هو كادو دوزون إذا مغربي ب 12 سنة أما أوكا دو دوزون مغربي دو 12 سنة صوف. طبعا نتكلم هنا على الفير صوفي صوفي أنك تنقد. إذا هو ينقد النيموبل النيموبل يعني عمارة سكنية دانان صوندي ينقدها من حريق. ألمان أما أوكا دو دوزون صوف النيموبل دانان صوندي أما أوكا دو دوزون صوف النيموبل دانان صوندي. Eden, un jeune Marocain de 2 ans a permis de sauver les résidents d'un immeuble de Kassel en Allemagne d'un incendie provoqué par deux jeunes âgés de 16 et 17 ans, un acte héroïque et courageux du jeune Larossi, salué par les résidents de l'immeuble ainsi que par les autorités. Un jeune Marocain de 2 ans a permis de sauver les résidents d'un immeuble de Kassel. A permis de sauver les résidents d'un immeuble de Kassel en Allemagne d'un incendie. Un jeune Marocain de 2 ans a permis de sauver. A permis le verbe permettre. يعني أنك تمكن أو أنك تسمح بي. أنك تمكن أو تسمح بي. إذا نتكلمون على verbe permettre الذي يعني مكن أو سمح بي. سمح بحصول شيء مثلا. Un jeune Marocain de 2 ans. إذا نتكلم عن مغربي ب 12 سنة a permis إذا هو سامح كما نقول de sauver من إنقاذ les résidents يعني المقيمين résidé يعني أقامة la résidence يعني الإقامة إذا de sauver les résidents إذا هو مكن من إنقاذ المقيمين d'un immeuble de Kassel المقيمين بعمارة كاسل en Allemagne طبعا دي ألمانيا d'un incendie, إذن أنقذهم من حريقين a permis de sauver les résidents d'un immeuble de Kassel en Allemagne d'un incendie. إذن هو مكن من إنقاذهم من حريق provoqué provoqué. طبعا provoqué كما نقول أثار أو هيج إلى غير ذلك. طبعا هنا المقصود به كما نقول متسبب المقصود متسبب فيه كما نقول هنا المتسبب إذا المقصود هنا المتسبب فيه par deux jeunes âgés de 16 et 17 ans. De 16 et 17 ans. المتسبب فيه نتكلمون عن الحريق المتسبب فيه par deux jeunes âgés. من طرف deux jeunes âgés. كما نقول شابين بعمر. شابين بعمر de 16 et 17 ans. 16 و 17 سنة. إذا نعود إلى الطفل un acte héroïque. إذا نتكلم عن عمل بطولي. Je suis un héros. أنا بطل. الصفة هي هيرويك. إذا الصفة هنا هي هيرويك. أن أكت هيرويك. إذا نتكلم عن عمل بطولي. إي كوراجو دي جون لاروسي. هو عمل شجاع دي جون لاروسي للشاب لاروسي. سالويي باغ لي ريزيدون دو ليموبل. سالويي باغ لي ريزيدون دو ليموبل. كما نقول المشاد به. سالويي. سالويي كما نقول تمت تحيته. المقصود هنا المشاد به. أنه تمت الإشادة به par les résidents de l'immeuble من طرف المقيمين بالعمارة ainsi que par les autorités وكذلك من طرف السلطات. إذن كل هؤلاء الأشخاص أشادوا به أشادوا بشجاعته وبعمله البطولي. إذن كما نلاحظ الطفل إذن هذا الطفل كما نلاحظ 2 ans est déjà pompier dans l'âme 12 عاما اي ديجا بومبي دون لام. اذا هو ب 12 سنه اي ديجا وهو من قبل بومبي رجل اطفاء دون لام في الروح. المقصود انه في اصله وهو ب 12 سنه ان روحه ان تختزن رجل اطفاء كما نقول دوزون اذا 12 سنه. المقصود هنا ب 12 سنه اي ديجا بومبي وهو من قبل رجل اطفاء دون لام. لام المقصود به هي الروح دون لام يعني في الروح.
لا روسي سو روندي او سوبر مارشي. اذا نتكلم عن لا روسي انه ذهب الى سوبر مارشي الى السوق افيك ان دو سي زامي مع واحد من اصدقائه. لوسكي لا في دو لا فيمي عندما هو راى الدخان سورتير دون دي فونيتر دو لا كاج ديسكالي. لوسكي لا في دو لا فيمي عندما وراء الدخان سورتير يخرج دون من واحدة دي فنتر من النوافذ من واحدة من النوافذ. المقصود هنا أنه يخرج من نافذة من النوافذ دو لاكاج ديسكالي. طبعا لاكاج المقصود به هو القفص خاصة قفص الطائر. إذن هنا كما نتكلم عن سياج ديسكالي الخاص بالدرج داني مابل درج العمارة أو كارتيي دو فورستفيلد. هاد العمارة الموجودة بحي فورستفيلد. صغير فليشير بدون أن يفكر بمجرد أن رأى الدخان صغير فليشير بدون تفكير كما نقول لجو ماروكان الشاب المغربي سي بريسيبيتي أنه صارع. لجو ماروكان سي بريسيبيتي دون لو باتيمون. إذن المغربي الشاب سي بريسيبيتي سي بريسيبيتي أنه صارع dans le bâtiment. صارع داخل العمارة et a enjambé les marches jusqu'au cinquième étage. Et a enjambé les marches jusqu'au cinquième étage. Et a enjambé les marches jusqu'au cinquième étage. ثم تخطى الدرجات jusqu'au cinquième étage إلى حدود الطابق الخامس. À la question de savoir s'il n'avait pas peur du feu, à la question de savoir s'il n'avait pas peur du feu, à la question de savoir s'il n'avait pas peur du feu. حول السؤال إن لم يكن لديه خوف من النار. حول السؤال إن لم يكن له خوف من النار. À la question de savoir. À la question de savoir s'il n'avait pas peur du feu. S'il n'avait pas peur du feu. حول السؤال إن لم يكن عنده خوف من النار. Il répond. Il répond. هو يجيب. Il répond. ويجيب c'est le verbe répondre هذا فعل أجابة que l'important que l'important بأن المهم est d'éviter que le pire n'arrive. est d'éviter هو أن نجنب est d'éviter هو أن نجنب que le pire n'arrive que le pire n'arrive que le pire n'arrive بأن الأسوأ يحصل. المقصود هنا بأن المهم بالنسبة له ليس أن يخاف من النار ولكن المهم أن يجنب الساكنة حدود الأسوأ. حدود الأسوأ مام سيل سي مام سيل سي رغم أنه يعرف عندنا هنا لو فير سافوار اون لو فير سافوار مام سيل سي رغم أنه يعرف كيل كوري ان غران دونجي كيل كوري ان غران دونجي كيل كوري ان غران دونجي كما نقول أنه يجري خطرا كبيرا. المقصود بأنه يتعاطى خطرا كبيرا رغم أن الطفل يعرف بأنه يرمي نفسه في خطر كبير. مام سيل سي كيل كوري ان غران دونجي اون سو بريسيبيتون رغم أنه يعرف بأنه يرمي نفسه في خطر كبير اون سو بريسيبيتون اون سو بريسيبيتون كما نقول بالمصارعة دون سو جونغ دي موبل دون سو جونغ دي موبل في هذا النوع من البنايات في هذا النوع من البنايات. جافي جيست بور بور ما مان غوش بور ما مان غوش جافي جيست بور بور ما مان غوش انا فقط كنت اخاف من اجل يدي اليسرى. باسكي لا ايتي فيكتيم دون فراكتور باسكي لا ايتي فيكتيم دون فراكتور لان كانت ضحيه كسر لان كانت ضحيه كسر. جافي جيست بور بور ما مان غوش parce qu'elle a été victime d'une fracture. J'avais juste peur pour ma main gauche parce qu'elle a été victime d'une fracture. Parce qu'elle a été victime d'une fracture. أنا كنت فقط أخشى على يدي اليسرى التي كانت ضحية كسر. J'avais juste peur pour ma main gauche parce qu'elle a été victime d'une fracture. إذن هذا الذي كان يخشى كان يخشى على يده اليسرى التي عرفت كسرا وربما أنها كانت لا تزال تؤلمه. إذن هذا الذي كان يعقوب بعد الشيء. J'avais juste peur pour ma main gauche parce qu'elle a été victime d'une fracture.
أنا كان عندي فقط خوف وغمامة غوش ليدي اليسرى باسكيلا ايتي فيكتيم دي الفراكتور لأن كانت ضحية كسر أن يده اليسرى بها كسور. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.